سؤال بيقول: أنا نادرت نادر القديس العذراء مريم منذ حوالي 15 عام، وهذا النادر هو عبارة عن خروف كل عام، وأنا وفيت بالنادر لمدة 3 سنوات، وبعدها توقفت لعدم قدرتي المالية، وأنا الآن أستطيع أن أوفي بهذا النادر دفعة واحدة، فأرجو إرشادي ماذا أفعل. تعليلي كل سنة أؤديك ثمن الخروف وتقدميه نادر.